فرحة وحيطة تمام بيدو فيه فرحة وحيطة سبحان الله كيف ذا شيء؟ راه طلقت إذن مشاهدينا الأوفياء مشاهدي كاترونسيس أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء. بلا شك بأن المغاربة شافوا واحد الفيديو اللي دار واحد ضجة كبيرة ديال سي أيوب الروبيو اللي كان معاه ولد النجمة وتم الدفن ديالو، داروا لي واحد السيرو ديال النعاس وتم الدفن ديالو وسط الرملة. واحد التجربة اللي هي داروها الولد النجمة كيف قال لنا في كواليس ربما على الله يترجل يكون راجل، يعني هذه التجربه هذه اللي دارت دارها السي ايوب الروبيو حتى ولد النجمه عاش فيها واحد ليله سوداء اللي عاش فيها ولد النجمه. يعني غنخليو السي ايوب هو اللي غيشرح لنا التفاصيل ديال هاد القصه هذه وهاد شريط الفيديو. السي ايوب تفضل. اخوان ديالي السلام عليكم، اشكر قناه كاترونسيس ميديا. المهم اليوم جيت نحكي لكم على الفيديو ديال ولد النجمه. من بعد غنترحم على الناس اول حاجه اللي ماتوا في الاطلس الله يرحمهم، وكنبغي نشكر المغاربه كاملين اللي تفاعلوا معهم في السراء والضراء. شكرا على التضامن ديالكم، على روح المواطنه، على روح المحبه المغربيه. المهم ندخل في الموضوع. الفيديو اللي درت البارح اللي دفنت فيه ولد نجمه ماشي كنتشفى فيه او كنبغي يعني كنبغي نتصور عليه. المهم في اطار التفاهه وفي اطار الضحك يعني جات واحد الفكره ديال ولد نجمه، عيط ليه جا عندي الاناسي. المهم جا سوالو رحبت به في المشروع، حطيت لي تقاوت. المهم جات الفكره ديال عندي يعني سولتو على الزلزال، قلت ليه واه ولد نجمه واش تخلعتي؟ قال لي انا ما تخلعش ما والو. قلت ليه ما يمكنش، قلت ليه المغاربه كاملين تخلعوا ضارب الزنزال حتى ما تخلعتيش؟ قلت قال لي لا والله ما تخلعش، والله ما حسيتش به، فهمتي ولا لا؟ المهم جلسنا بقينا خالقينا هنا. قلت اجي طاحت عليه الفكره، راك عارف الروبي واش افكار عدو ديال مسطين. المهم طاحت عليه الفكره غندير ليه السيرو ديال الناس في العصير، وكذلك درت ليه السيرو ديال الناس في العصير. شوف اللي عطيتي ذاك السيرو، انا اللي عطيتو ذاك السيرو، انا اللي صوبت ليه ذاك يعني ذاك السيرو ديال الناس ما كيأثر على الصحه ديال الانسان، ما كيدير حتى شي مرض. يعني اللي اوبسيكاتر اللي مالادي اللي مسطي كيشرب ذاك الدواء باش يتكالما باش ينعس، حنا درنا ليه وباش ندفنوه. المهم درنا لي هذاك السيرو ديال النعاس، دفناه يعني خرجت من المراجل. قال لي انا راجل غيترجل، قال لي غيترجل، وانا كنوعدكم الاخوان غيبقى مع الروبيو ان شاء الله غتشوفوا بطاقيه وفوقيه وكيصلي. يعني الانسان ما خصوش يتشفى، يعني الانسان ما خصو اللي يتشفى كيتشبلى، يعني طلب الهدايه وطلب العفو، فهمتونا؟ يهديه حتى هو انسان طيب وخالق، مي ربي قدر عليه هذاك الشيء، ولكن الحمد لله غادي بشويه بشويه حتى غيتحسن. كيفاش حفرتوا هذيك الحفره ايوب؟ هذيك الحفره واش بنهار ولا بالليل؟ لا لا انا كنحفر حفره بنهار وكنت ضرب الضربه بالليل. يعني حفرتها بنهار، جبت العتله ديالي مع واحد السيد، يعني درتوا لي اكرام الميت دفنوا. اكرام الميت دفنوا واخا هو ما مات، راه باقي حي دابا. بصح هذيك الهضره معاه عجبو الفيديو، قال لي تبارك الله عليك الروبيو، قال لي واخا ما جانيش الناس تخلعت. قال لي كنت خايل جنون بالليل، قلت له لا ما تخاف من والو. قال لي تخلعت ايوب شويه من عجبو الفيديو، قال لي من دواء. المهم دواء علينا الياس المالكي، دواء علينا في الفيديو الياس المالكي. انا ما كنجيب داكشي اخويا بلا ما نضحك معاك، انت معود نجمه يعني ما كانش عليك تجبدني انا في الفيديو. انا دفنتو ضحكت معاه بسطت معاه الناس ضربه الزنزال بينكم وبينه، انتم كتضحكوا فاهمين. الله يرحم والديك. شوف الياس المالكي دار غنعطيه لك، اقسم بالله ما غنرحمك. جبتيني بارك عليك الروبي، كنت شبه تامر حسني ولا انا بعيد عليك اخويا، خلينا خوت نحترمك واحترمني. يعني الا قصينا انا ما غنتفكش معاك، غتشوف شي حاجه اللي عمرك شفتها. المهم بقاو في اطار، مشيت جبت العدل ديالي، دفنت حفرت القبر. المهم اللي دفنت فيه ولد نجمه وانا ما كنتشفى فيه ما والو، يعني انا محمل المسؤوليه، يعني غير ضحكت معاه وتا هو عجبو الفيديو وراضي بالفيديو. ولد نجمه صديق ديالك كيجي عندك كنت ولد نجمه، يعني كنتعامل معاه بحال خويا، وكان ديما كنقول ليه شوف هادشي اللي كدير راه ما والو ولد النجمه، يعني ترجل شويه وراه الله عز وجل خلقك ذكر، ما خصكش تبقى دير شي ديال العيالات. قال لي شوف ايوب، قال لي اقسم بالله، قال لي راه ما كاينش شي حاجه كتجي وكتبدل في البلاصه. قال لي قلت له انا شوف انا غنبقى معاك بالفيديوهات نبقاو خالقينا وهادي حتى
حتى بشوي بشوي تترجل. والحمد لله دابا راه بدا كيهدي الله. قال لي اليوم راه بدا كيهديني الله وصافي. دويش مع اليوم بخير فرحان. لا لا تخلع البارح بالليل، قال لي تخلع شروبي من العوجي، قال لي ما جانيش نعس، قال لي كنحلم شي احلام. اللي حلم شنو قال لي؟ قال لي يا خويا كتخيل ملك الموت كيضرب فيا من طرقة، راك عارف هو مسطح. الله ما نكذب عليك قسما بالله. الاخوان اللي كانوا معاك تجربه كيفاش عايشوا ديك التجربه اللي كنت تجربه الفنتور؟ يعني تجربه عارفين روبي المهم راه ولاد دربنا هما عارفين روبي كيدفن عباد الله، هذه ماشي اول دفنه ولا شي دفنه ولا يعني السابع في الدفاني فهمتي ولا لا؟ يعني غتجيهم عادي مقبلين الروبيو وكيشيقوا فيا وكنتعامل معاهم يعني. وكنبغي نشكر القناه ديالك اخويا صراحه اللي كتجي عندنا ديما، شفتك هذاك النهار عاوتاني ضرب الزلزال وجيتي عندنا دابا الله يرحم لك الوالدين صراحه، وكنشكرك بزاف اخويا. ايوا خويا. نعم مرحبا. السؤال اللي بغينا نوجهو مرحبا بالنسبه لولد النجمه واش باقي تيقفك؟ من هذا الشيء اللي درتي ليه انت الدفنه هذه وخليتيه مدفون وغير في اطار الترفيه كيف قلتي لينا، واش باقي يتيق؟ ورا واخا ندير اللي درت، شوف واخا ندير مع اللي درت كيتيق فيا حيت انا عزيز عليه وكنتعامل معاه وحتى تعامل لي بزاف فهمتي، يعني حاسبه بحال خويا. واخا هو بنادم كيقمعو بنادم كيعيرو، انا كن بالعكس كنرد به وكنهز ليه بهبالو وكنقدرو. واخا شي ولد نجمه واخا نتعامل مع اي تعامل، انا عارف راسي بيناتنا واحد واحد الفشكال صراحه، والله عمر دار صراحه انسان طيب. درتي معاه فيديوهات يعني كي بنادم توضح للمشاهدين شنو الفيديو اللي كنتي درتي معاه قبل عاوتاني. المهم ترى بالضبط هذاك درت معاه واحد الفيديو ديال البان يعني غيضرب شي كيلو ديال البان، ضربت ثلاثه البانانات ما كملش. واحد ضرب شي كيلو ديال البان ضرب ثلاثه. واحد النهار باش عرفو مسطي جيب لي واحد الورد قال لي الروبو بغيت نتزوج بك الروبو، قلت لي شوف راه غنشدك غنملخك مسخوط. هو ما بغاش يترجل وبغى يتزوج بك فهمتي، انا راه مسطي انا. شوف اخوان ولد نجمه والله ما عندو العقل بالله. شوف طلبوا لي الهدايه وصافي، راه الله يعمر هذا راه الله يعمر هذا راه انا اللي عارفه مزيان. الله الله يهدي الله يهدي. واش كتظن باقي غيترجل ولا ما غاديش غيترجل؟ قلت لك والله والله ان شاء الله على على شي ابار الفيديو اللي درت مع هذا الدفن. جا واحد السيد سميتو المهدي قال لي شوف ولد نجمه قال لي هادشي نعل الشيطان وقال لي هادشي اللي كدير فيه راه ما والو. قال لي اخويا راه ماشي الخاطر، قال لي راه ما كاينش واحد كيجي وكيتبدل، يعني راه اي حاجه عندها وقت ديالها، دقه دقه لابد نتبدل. صافي وبقينا معاه وغيجي عندنا غيجي عندي غدا ان شاء الله. دير معاه غدا؟ غدا ان شاء الله غنجي ونبين فهمتي واحد الفيديو ترفيهي مع الناس، يعني يعاود لينا على القصه ديالو كامله وعلاش فهمتي علاش انت في هذه الحاله اللي زعما مبناش وهذا وهادشي اللي كاين اخويا. شحال الفيديو شحال ضرب ديال المشاهدين؟ تقريبا مليون مشاهده ما كاملاش 24 ساعه. بالنسبه للتعليقات كيفاش كانت؟ التعليقات زوينين ايجابيه ولا سلبيه؟ كاين راك عارف كيذكروه باش يكون راجل باش يترجل. كيذكروه قال لي واحد انا قال لي ما كرهتوش مينوت، قال لي قلت له شوف غيجي عند واحد قال لي قال لي المهم ناس من الاطلس قالوا لي قال لي والله العظيم كنا شبعان، قال لي كنا شبعان المشاكل ديال الزنزان، قال لي اقسم بالله انا نوريك كومونتير، قال لي اقسم بالله تفاجئت علينا الروبي، قال لي كنت شبعان مشاكل مع الزنزان، قال لي وفعلا خاص الناس عاوتاني ما يبقاش شحال من واحد مصدوم بالزلزال، يعني احنا بغينا نضحكوكم شويه وبغينا نخلقوا مع الشعب المغربي. و الرساله ديالك الاخيره لخوتك المغاربه الناس يلا طلعوا مزيان دابا كيسولك قال لك واحد كون غير دفنتي وخليتي. شوف احنا ما كندفنوا حتى شي واحد وما كنقتلوا حتى شي واحد، الله عز وجل هو اللي كيقتل فهمتي، حنا غير عبد يعني خالقينا بيناتنا عايشين لافي دالوكا ديالنا. المهم الاخوان نتوما راه خوتي وكنموت عليكم وان لله وان الى الله. القضيه اللي كنت ذكرتي لينا ديال المالكي واش خدا الفيديو ديالكم؟ خدا شنو الحوار اللي دوى عليه المالكي؟ راه شيره الله يحفظك خدا الفيديو ديالي وبقى داوي عليه الروبيو انت بحال شامير حسني ود نجمه بقى كيعرف ود نجمه حشومه صافي مابقاش خسر الهضره انت دري دري ويش شوف المقاطع ديالو كياخذ بزاف ديال الفيديوهات ما فهمتش اخو. شوف دير ديالك اخويا ما تبقاش تركب على ديال الناس، دير ديالك وبين لعباد الله تتا طلع التفاعل، ما طلعوش على ظهرنا اخويا، حنا راه كنديروا شي حاجه كنطلعوه بدراعنا ما عندناش معنا. رسالتك الاخيره للمشاهدين اللي تبعوا الفيديو ديالك والمشاهدين اللي كيشوفوا اخوان ديما ايوب الروبيو ديما الجديد ديما غتشوفوا الاخر ديما الحقيقه في الدقيقه كنموت عليه غتشوفوا شي جديد ضرب شي بيج مليون وشكرا. إن مشاهدينا الأوفياء مشاهديك 36 كشتو معنا أيوب
روبيو اللي شرح لنا القضيه ديال الفيديو اللي دار ضجه اللي ولد النجمه شدوه ودفنوه. واحد يعني كانوا غير ضاحكين. بعدين مشاهدينا مشاهدي كا 36 كنتم معنا في هذا المباشر مع السي ايوب روبيو. غادي ننهيو معكم هذا البث المباشر ولا نعود في بث مباشر اخر. والسلام عليكم ورحمه الله.